نهاية الكورس بتاعنا المرة دي اللي هو عقيدة الكتاب المقدس، وزي ما شفنا المرات اللي فاتت شفنا إزاي الكتاب وصل لنا الوحي والإعلان، وشفنا في القانونية، شفنا النسخ إزاي الكتاب اتنسخ وإزاي وصل لنا. شفنا كمان الدقة الشديدة اللي اتكتب بيها اتنسخ بيها الكتاب، وشفنا المخطوطات المرة اللي فاتت، وأعتقد يمكن تكونوا شفتوا البرزنتيشن بتاعت مخطوطات وادي قمران اللي كنت بعتها. شفنا كمان الترجمة وإزاي حصلت وإزاي انتشرت الترجمة بلغات كتيرة مختلفة، بحيث إن كلمة الله وصلت لكل شخص على الأرض بلغته لهجته. النهاردة في الآخر خالص بنتعرض لحاجتين، هنتعرض في الجزء الأول إلى مجموعة الأسفار أو فكرة الأسفار الأبوكريفة أو الأسفار الغير قانونية، وهل في فعلا أسفار تم حذفها من الكتاب المقدس كما يزعم البعض أم إنها ليست كتب موحى بها. الجزء الثاني من المحاضرة هنكون بنتكلم على شهادة علم الآثار عن دقة ما ورد في الكتاب المقدس الاكتشافات الأثرية اللي فعلا ردت بنفسها على كل هجوم اتعرض ليه الكتاب المقدس وكل تشكيك اتعرض ليه الكتاب المقدس وبالأخص في العهد القديم. فبداية هنتكلم عن الأسفار الغير قانونية أو اللي بتسمى الأبوكريفة، أو اللي البعض بيتهم الكتاب بأنه كان فيه أسفار لكن المسيحيين حذفوها من الكتاب المقدس. فتعالوا نشوف مع بعض فكرة الأسفار دي ونشوف هل هي قانونية أم غير قانونية. بداية القول هي أنه في العهد القديم ورد ذكر بعض أسماء كتب، أسماء أسفار، وكلمة سفر في العادي بتعني كتاب. فورد في بعض الأماكن في العهد القديم حديث أو سيرة عن أسفار أخرى. ده جعل بعض الناس تفكر إنه هذه هي أسفار قانونية كانت موجودة في الكتاب وتم حذفها في زمن ما. فتعالوا نشوف الأماكن دي ونشوف إيه الفكرة بتاعتها. فمثلا في سفر بنوك الأول إصحاح 4 وعدد 32 بيتكلم على إنه سليمان كان له أمثلة أخرى أو أمثال وأناشيد مختلفة. فالبعض بيدعي إنه هذه لابد أن تكون أيضا أسفار موحى بها، لأن سليمان كتب 3 أسفار موحى بهم، فبيفترض أنه أيضا كل ما كتبه سليمان كان وحي. في سفر العدد بيذكر في عدد 21 14 بيذكر كتاب أو سفر اسمه كتاب حروب الرب. في سفر صمويل وفي سفر يشوع بيذكر كتاب اسمه سفر ياشر. في أخبار الأيام الأول صفحة 29 بيتكلم عن سفر أو عن كتاب اسمه أخبار نسان النبي وأخبار جاد الرائي. في ملوك الأول 11 41 بيتكلم عن سفر اسمه سفر أمور سليمان. في أخبار الأيام الثاني صفحة 9 وآية 29 بيتكلم على نبوة أخيا الشيلوني ورؤى يعد الرائي. الفكرة ببساطة عشان ما نتوهش في المواضيع دي وما نتخدعش بالهجوم اللي البعض بيهاجمه، بنقول انه كلمة سفر بشكل عام هي كتاب، يعني شيء تم تدوينه. وإسرائيل كأي أمة أو كأي دولة في العالم لديها أيضا حياتها الطبيعية وحياتها الأدبية وحياتها التاريخية اللي الأدباء والكتاب كتبوا خلالها. فإسرائيل مش بس عندها الكتاب المقدس، عندها العهد القديم فقط، لكن عندها كأي شعب طبيعي جدا عنده مبدعين، عنده مفكرين، عنده أدباء، عنده شعراء، عنده مؤرخين. فالناس دي كانت بتنتج كتابات أدبية، وده شيء طبيعي جدا زي أي دولة ثانية في العالم. الجانب الثاني إنه
زي ما كنا بنتكلم في الوحي، الوحي لا يخص أشخاص لكن يخص الكتاب. فمش معنى إن سليمان كتب سفر معناه إن كل ما كتبه سليمان في حياته يصبح كتاب سماوي، أو يصبح يعني كتاب موحى به. كذلك ما قاله بولس أو ما قاله أي حد من الرسل أو الأنبياء، مش لازم كل اللي قاله في حياته يعتبر وحي، لكن الوحي يختص بالكتابات اللي كتبها هذا الكاتب أو هذا النبي. فعشان كده بنقول إنه ما أقدرش أعترف بقانونية كل ما كتبه سليمان، لكني أعترف بقانونية ما الأسفار التي أوحي بها إلى سليمان واللي موجودة ضمن القائمة الأساسية من النص الأصلي أو من المجمل النصوص الأصلية في العهد القديم اللي هي الأسفار المعروفة لدينا. فمش لازم بالضرورة أني أدمج كل ما كتبه شخص ما من ضمن إنها تكون ضمن الأسفار القرآنية. فهنتعرض بعد شوية دلوقتي هنخش في نوعيتين تم الهجوم بيهم على الكتاب المقدس. المجموعة الأولى وهي الأضعف هي مجموعة الأسفار أو الكتب المزيفة اللي نسبت إلى العهد الجديد، أشهرها ما يسمى بإنجيل برنابا. إنجيل برنابا بيدعي البعض أنه كان موجودا في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد وأن المسيحيين حذفوه. ليه حذفوه هنشوف، وإيه الإدعاء بتاع الكاتب ده أو بتاع الناس اللي بتؤيد هذا الإنجيل هنفهم هم مين ونفهم الكاتب ده إيه حكايته. أول حاجة، إنجيل برنابا باختصار لم يوجد ضمن أي قائمة للكتب اللي الكنيسة قبلتها سواء من القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع الميلادي. فحتى القرن الرابع الميلادي لم يكن من ضمن، يعني لغاية قبل ما تعترف بقانونية الأسفار العهد الجديد لم يكن هناك ما يسمى بإنجيل برنابا أبدا. يعني في التاريخ والفحوصات التاريخية أثبتت أنه لم يكن مدرجا في أي قائمة من قوائم كتب العهد الجديد قبل اعتماد قانونية الأسفار في القرن الرابع زي ما شوفنا المرة اللي فاتت. دي أول سبب. السبب الثاني إنه إنجيل برنابا أيضا ليس جزءا من الكتب القانونية الثانية أو الكتب الغير قانونية بتاعة العهد القديم، فهو بيتكلم عن العهد الجديد ولا يتكلم عن العهد القديم. الحقيقة هو اللي ألفه واحد إيطالي، والإيطالي ده غالب أو يعني شخص عاش في إيطاليا، والشخص ده ارتد عن المسيحية واعتنق ديانة أخرى هنشوفها هي إيه دلوقتي، وبدأ يكتب كتاب لصالح هذه الديانة الجديدة أو هذا الفكر الجديد الذي اعتنق. هنشوف ليه إن هو كان شخص إيطالي. فهتشوف إنه أول حاجة الكاتب ده لما بيذكر كلمة اليوبيل بيذكر اليوبيل بصفة إن هو 1100 سنة، في حين العهد القديم لما اتكلم عن اليوبيل اتكلم عن اليوبيل إن هو يأتي كل 50 سنة، هي سنة اليوبيل المعروفة في سفر اللاويين. كلمة اليوبيل بمعناها إن هي 100 سنة وردت فقط سنة 1300 ميلادية في عصر أحد البابوات، بابوات روما اسمه بونيفاس. فبونيفاس البابا بونيفاس هو اللي يعني اعتمد فكرة إن اليوبيل 100 سنة، ومن هنا بدأت قبول فكرة إن اليوبيل 100 سنة. فده بيدل على الشخص اللي كتب ده كتب في زمن متأخر مش في زمن مبكر من الكتابات زي كتابات الرسل الأوائل في القرن الأول، لكنه كتب في زمن كان في اليوبيل معروف إنه 100 سنة، وده حصل في فترة بعد سنة 1300 ميلادية. الكاتب بيقتبس أقوال من الشاعر الإيطالي دانتي، عارفين إن دانتي ما كانش في القرون الأولى، دانتي كان في القرون الوسطى. الكاتب نفسه كان يجهل طبيعة جغرافية أرض إسرائيل أو أرض فلسطين. فلو كان الشخص ده شخص عايش في هذه الأرض كان على الأقل بيعطي وصفا دقيقا للطبيعة بتاعة الأرض هناك. فبيجهل طبيعة الأرض، بيجهل الجغرافيا، بيجهل الأماكن هي فين،
هنشوف مع بعض كذا حالة من الحالات دي. فلما بيجي يوصف شكل الحقول في الصيف في فلسطين، بيوصفها إن هي حقول خضراء، وإنها يعني حاجة جنة جميلة، في حين إنه في المنطقة بتاعة فلسطين ومنطقة الميدل إيست الصيف بيكون الجو حر جدا، فبتكون الحقول يعني مفيهاش نوع من الخضار قوي، بتكون دايما مصفرة، أو يمكن الزرع أوقات كتيرة بيتحرق من كتر الحرارة. فواضح إنه بيوصف بلد تانية غير بلاد الشرق الأوسط، بيوصف بلد فيها إنه الصيف بتاعهم فيه خضرة أكتر، ودي طبعا هتكون موجودة في أوروبا اللي فيها الحرارة أقل شوية من الميدل إيست. يذكر كمان إنه في أورشليم توجد محاجر أو مقاطع للحجارة، وإنه فيها تماثيل. طبعا الوصف ده لا يطلق على أورشليم أو على إسرائيل أو فلسطين، لأنه ما عندهمش هذه المحاجر أو هذه الجبال اللي بيؤخذ منها الحجارة الضخمة تصنع منها التماثيل، وإنما توجد هذه الحجارة في إيطاليا، وهذا الموقف وهذه المحاجر توجد في إيطاليا. بيذكر كمان إنه في نظام الإقطاع في فلسطين أو في أرض إسرائيل. برضه بنقول إنه نظام الإقطاع كان موجود في إيطاليا أو كان موجود في أوروبا، إنه يكون في أمير أو شخص من النبلاء أو الأغنياء بيسيطر على منطقة كبيرة، وعنده الفلاحين شغالين تحت إيده في المناطق دي. ده مش الحال أبدا في إسرائيل ولا في فلسطين في هذا الزمن. لما بيتكلم على الخمر أو النبيت، كانوا بيقول إنه كان بيخزن في براميل من الخشب. وطبعا الصورة بتاعت براميل الخشب دي حضراتكم فاهمين كويس قوي إن هي بتاعت أوروبا، اللي بيخزنوا الخمر في براميل وفي قابو مظلم. لكن في إسرائيل وفي فلسطين كانت الخمر تخزن في زقاق من الجلد أو أزقة من الجلد. فطبعا الشخص ده بيجهل بالعادات، بيجهل بالجغرافيا، بيجهل بطبيعة الأرض وثقافتها وعاداتها، وده واضح جدا لأنه بيتكلم على بلد تاني. في إنجيله أو في ما يدعي أنه إنجيل بيذكر مبارزات العشاق، ودي يمكن فكرة لو حضراتكم تفتكروا فيلم روميو وجولييت، إنه في عشاق بيبارزوا بعض علشان خاطر المحبوبة. طبعا ده ما كانش بيحصل في إسرائيل بالمرة ولا في فلسطين، لأنه في المناطق دي ما فيش حاجة اسمها عشاق، يعني ثقافتنا الشرق أوسطية والشرقية عامة لا تسمح بوجود الإعلان عن الحب وإعلان عن الغرام، ده شيء مش موجود في المجتمعات دي. لكن ده بيتكلم على بلد تانية في أوروبا. ولو افترضت إنه ده يعني لو أخدت صدقت إن هو موحى به، فأكيد الله اللي أوحى بالأفكار دي وبالكلمات دي. هل ممكن يكون الله بيجهل طبيعة الأرض وبيجهل طبيعة الجغرافيا والعادات والتقاليد بتاع البلد؟ طبعا لا. لما جه يتكلم على الأماكن في إسرائيل، قال إن الناصرة ميناء، وقال إن أورشليم أيضا ميناء، وإن السفر ما بين أورشليم والناصرة كان بيتم عن طريق البحر، فبيركبوا مراكب من أورشليم يروحوا بيها الناصرة. وطبعا دي في منتهى الخطأ، لأن أورشليم على جبل والناصرة في الشمال الشرقي، وكلاهما بعيدين عن البحر تماما. فهو كان بيتخيل نفسه يمكن في فينيسيا أو في منطقة ما في إيطاليا اللي فيها الحركة عن طريق المراكب. الكاتب بتاع النص ده بيغير في كلامه، بينافي وبيناقض كلام الورد في العهد القديم تماما. فبيقول إنه وعد الله لإبراهيم كان عن إسحاق، كان عن إسماعيل مش عن إسحاق، وإنه إبراهيم لما جه قدم إسماعيل مش إسحاق، وان الرب يسوع المسيح قال عن نفسه ان هو مش المسيح وان هو نبي، لكنه ممهد
للي جاي، وإن المسيح اللي جاي واحد تاني هيجي وراه. طبعا انتوا فاهمين هو بدأ الصورة توضح هو بيتكلم عن مين؟ هو بيتكلم على محمد يعني. وبيأكد بقى إنه المسيح ما اتصلبش، وإنه اللي اتصلب هو يهوذا الإسخريوطي، وإنه تشبه بيه. فطبعا بدأ تتفضح الموضوع شوية، وبدأ الموضوع يوضح أكتر إنه كاتب هذا النص. أول حاجة اتكتب في وقت متأخر بعد سنة 1300، الكاتب ده بيجهل جغرافيا ومعالم الأرض اللي المفروض إنه بيكتب عنها، بيجهل العادات والتقاليد، بيجهل الأفكار السائدة في المجتمع، وأيضا بينافي في أقواله كل ما جاء في الكتاب المقدس. وإحنا شفنا مع بعض إنه كل الكتاب مفهوش حاجة أبدا نقضت التانية، وإنه الوحدة واحدة، وإنه الكلام كله متجانس والكلام كله متسق، مفيش ولا فكرة ناقضت فكرة ثانية وقالت عكس اللي الكتاب قاله. اتكلم عن اليهود والنصارى إنهم اتفقوا على تحريف التوراة، وإنه يغيروا اسم إسماعيل ويحط مكانه إسحاق، مع إنه الفكرة دي اللي هي بترجع للإسلام، إنه الإسلام ما كانش ظهر حتى القرن السادس الميلادي. فإذا كان المسيحيين أو النصارى زي ما بيقولوا واليهود اتفقوا في القرن الأول على هذه التغييرات، فلماذا يغيرونها ولم يكن هناك داعي لذلك؟ يعني ما كانش فيه شيء مغاير ظهر عشان أنا أبتدي ألجأ للخداع وأبتدي ألجأ للتزييف زي ما هو بيدعي. الشيء اللي ظهر جديد واللي هو بيقول إنه إسحاق مش هو اللي اتقدم وإسماعيل هو اتقدم، هو الإسلام اللي ظهر فيما بعد القرن السادس. فإزاي يدعي إنه المسيحيين واليهود اتفقوا إن هم يغيروا ويبدلوا كلام التوراة والإنجيل علشان يخالفوا الإسلام؟ فطبعا واضح إنه الكاتب هو مين؟ هو كاتب أنهي، يعني بيعتنق أنهي ديانة؟ وبيعتنق أنهي فكر؟ وبيكتب لصالح أنهي فكر؟ فالكتاب ضعيف جدا وواهي جدا على إنه يكون بيشكل أي نوع من الخطورة أو أي نوع من القلق للمسيحي. واضح إنه الكاتب شخص اعتنق الإسلام، شخص كتب في زمن متأخر بعد سنة 1300، كان هدفه إن هو يعمل نوع من التشويش ويعمل نوع من الخداع، يجذب بيه الناس إلى الفكر الإسلامي، ويقول إنه الإنجيل والتوراة تم تحريفهم زي ما بيدعوا المسلمين. لكن الجزء الأهم واللي محتاجين نفهمه كويس هو الجزء بتاع الكتب أو الأسفار اللي موجودة في العهد القديم، أو الأسفار اللي بيقال أنها أسفار وحي وتنتمي إلى العهد القديم. ففي بعض الناس قالت إنه في أسفار موحى بها، وكانوا عايزين يدمجوها ضمن القانونية في وقت متأخر سنة في بعد في القرن السادس عشر. قالوا إنه الأسفار دي كانت موجودة في العهد القديم وتم حذفها، وهي سفر توبيا ويهودات والحكمة ويشوع بن سيراخ، المكابيين الأول والثاني، وفي بيقولوا الأول الثاني ثالث رابع، في حاجة اسمها تتمة استير أو ملحق استير، يعني كأنه في كمالة على سفر استير، قصة سوسنة وتسبحة الفتية وفاتحة دانيال، قصة البعل والتنين وخاتمته، حاجات كتير قوي بيدعوا إن هي أسفار كانت موجودة، وإنه بالأخص يعني بالأخص بيقولوا إنه الإنجليين أو البروتستانت حذفوا هذه الأسفار منها. فإحنا هنشوف مع بعض هل هي أسفار موحى بها ولا لأ. أنا ما يهمنيش إذا كانت هي أسفار قانونية أو غير قانونية، حذفت أو مش حذفت، يهمني أعرف إذا كان هذه الأسفار حقيقي أسفار موحى بها ولا لأ. وعشان
المتشكك، ما يفيد انه الكتاب المقدس الحق الحقيقي، الكلام الصحيح اللي ما فيهوش كذب. هناك أدلة خارجية من العالم ومن التاريخ بتشهد على صحته، فمش عايزك تفهم إنه دي وسيلة بقنعك بيها إنه الكتاب المقدس موحى به من الله. لا، الكتاب المقدس موحى به من الله، قانوني واضح صريح، حتى لو ما كانش فيه علم آثار. علم آثار مجرد إني بستخدمه علشان أقول إنه في أدلة خارجية للشخص المتشكك إنه ما جاء في الكتاب المقدس شيء دقيق وشيء صحيح. مشكلة المتشكك إنه كان دايماً بيقول كده، إنه أنت بتقول لي الكتاب بتاعك صح، طب وأنا إيه اللي يضمنني؟ إيه اللي يعرفني؟ أنت ما عندكش أي شيء خارج الكتاب المقدس بيشهد عن صحة ما جاء في هذا الكتاب أو معلومات هذا الكتاب، فبالتالي أنا بعتبر إن الكتاب ده كله أساطير، زي ما البعض بيشوف إنه قصة آدم وحواء وقصة نوح وقصة الطوفان وقصة إبراهيم وكل الحاجات دي كلها أساطير. البعض الآخر من المتشككين ذهب أبعد من ذلك وقال إنه داود شخصية وهمية. في نظرية من النظريات الشهيرة الموجودة على من هو كاتب أسفار موسى الخمسة الأولى، النظرية دي بتشكك تماما إن موسى اللي كتب، وبتقول إن الكتابات دي حصلت في القرن اللي هو السادس الميلادي بعد ما رجعوا من السبي في زمن عزرة. النظرية بتفترض وجود شخص ما مش عارفين هو مين، لعب دور المحرر إديتر، وبيقول إن هو لقى بعض الوثائق مش عارفين هي جابها منين، وإدى اسم أو إدى حرف لكل وثيقة، وإنه الكاتب ده قعد يجمع من هنا ومن هنا وعمل زي إديتنج من الوثائق دي فطلع الخمس أسفار الأولى. فالنظرية دي بقيادة واحد اسمه فان هاوزن، غير بتاع القمصان طبعا، راجل ألماني. طبعا هو استند لتصورات قديمة وبنى عليها الافتراضات دي، بنى عليها نظرية واتعممت، وطبعا بقت قديمة والناس كلها رفضتها دلوقتي، لكن ما زالت بشكل ما بتدرس، ما زال بشكل ما في بعض الناس بتقبلها. فالراجل ده بيقول انه الحاجات دي ما حصلتش في القرون القديمة قوي وقت موسى، لا دي حاجة اتكتبت في عصر متأخر قوي في القرن السادس الميلادي او الخامس بعد ما رجعوا من السبي. فده دليل على انه الكلام كله خدعة كبيرة وكذب كبير واساطير. فاحنا هنشوف مع بعض من خلال علم الاثار هل هذا الكلام صحيح ام لا. فاول حاجة عندي بنشوفها انه علم الاثار اثبت انه اصل الشعب الاسرائيلي، اصل الشعب اليهودي بيرجع اصوله الى بلاد ما بين النهرين اللي هي بلاد ابراهيم، كور الكلدانيين، زي ما الكتاب المقدس علم. العلم الآثار شاف في الكتابات والنقوشات القديمة بتاعة المنطقة دي إنه في تقارب في الألفاظ أو في الفوكابولري، في المفردات بتاعة اللغات، في تقارب شديد بيدل على إنه أصول هذه اللغات جاي من أصل واحد، وهو يعني في كان في لغة واحدة سائدة ومنها تفرعت هذه اللغات المختلفة، زي ما العهد القديم في سفر التكوين صح 11 بيفترض وبيقدم لي التفسير المنطقي من أين جاءت اللغات عندما بلبل الرب ألسنة هذه الشعوب. الناس كانت بتشكك في وجود المدن اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس، لأنه بيقولوا ما كانش مين قال إن كان في المدن دي، لكن في علم الآثار لما اكتشفوا الآثار بتاعة هذه المدن أثبت فعلا بالحقيقة أنه كانت هناك مدن زي أريحة وزي سدوم وعمور وزي مؤاب، كشف الحاجات دي وأكد وجود هذه المدن. قالوا أنه القصة بتاعت وجود الحثيين اللي كان في أرض كنعان، كان في حضارة حثية أو الحثيين، وأن دول في شمال إسرائيل، وقال أن دول حاجات وهمية، وبالتالي قصة إبراهيم قصة وهمية،
علم الآثار أثبت وجود هذه الحضارة، وإن الحضارة دي استمرت لفترة طويلة حوالي 1200 سنة. العادات والتقاليد اللي ورد ذكرها في قصة في روايات وفي قصة إسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مع الاكتشافات اللي حصلت والنتائج اللي أظهرها علم الآثار، أثبت إنه الكلام اللي جه عن هذه العادات والتقاليد والمراسم اللي كانت بتتم متوافق تماما مع اللي لقوه من معلومات من خلال الكشوفات الأثرية. حتى في معبد الكرنك عندنا في مصر في نقوش بترجع لزمن تحتمس الثالث تقريبا سنة 1504 إلى سنة 1450، بيقول عن المدن اللي ورد ذكرها في سفر العدد إصحاح 33. هنستعرض مع بعض الاكتشافات الجميلة يعني شيقة اللي اكتشفوها علماء الآثار في منطقة بتاعت إسرائيل والمحيط بإسرائيل وفي منطقة سوريا. اكتشافات وفي مؤاب كمان اللي هي على ناحية الأردن، اكتشافات مذهلة جدا وبتأكد وبتذكر بالاسم وبالتفاصيل أحداث وردت فعليا في العهد القديم، وهنشوفها مع بعض، شيء ممتع جدا. ففي يعني في اكتشافات لمنطقة أو قرية اسمها إبلة أو إبلة، موجودة عند حلب في سوريا. لو قادرين نشوفها هنا، يعني إبلة أهي. أرجو إنها تكون واضحة. في المنطقة دي حصل كشف أثري غريب جدا مهم أوي. الكشف الأثري ده لقوا مجموعة من الألواح الصغيرة الفخارية، أو يعني من خزف من الطين المستوي، ولقوا عليها نقوشات كتيرة زي جداول كده بتسمى إبلة تيبلز أو تابلتس. لقوها في قريب، والكتابات دي بترجع تقريبا لسنة 2350 قبل الميلاد، يعني تقريبا معاصرة أو في الزمن بتاع إبراهيم أو ما قبل إبراهيم. والفترة دي لقوا حوالي أكثر من 16,000 تابلت، يعني تقريبا حوالي 17,000 تابلت من الصغيرين دول، مدون عليهم سجلات كتيرة، فمدون عليها قوانين، مدون عليها بعض المراسم والعادات اللي كانت بتمارس في هذه الفترة. الجميل طبعا ان المنطقة دي قريبة قوي من مسرح احداث المذكورة في سفر التكوين بتاع قصة ابراهيم واسحاق ويعقوب، فمكتوبة بالكتابة السومرية. الأهمية بتاعت الاكتشافات دي إنها بتنقض النظريات اللي كانت بتشكك في كتابة موسى، لأن النظريات دي قالت إنه لغاية زمن موسى، كانت حجتها يعني بتقول إنه لغاية زمن موسى ما كانش فيه لغة مكتوبة. فإذا كون إن موسى يكتب ده معناه إن هو كتب في زمن مختلف، في زمن مبكر، في زمن متأخر وليس في زمن مبكر زي ما هو كتب أو زي ما أنتم بتدعوا. وكانت العلة بتاعتهم أو السبب بتاعهم إنه ما كانش فيه لم توجد بعد اللغة المكتوبة. لكن إن أنا ألاقي كتابات بالمنظر ده على 17,000 لوح أو يعني تابلت صغيرة مكتوبة فيها تفاصيل كتيرة والعلماء أثبتوها، وبترجع لزمن قبل موسى بحوالي 1000 سنة، فإذا النظرية بتاعتهم بتنهار أمام هذا الاكتشاف. إحنا بنؤمن طبعا بوحي الكتاب، نؤمن إن موسى اللي كتب، ما عندناش مشكلة، لكن إحنا بنقول ده علشان نوري إنه أيضا علم الآثار إزاي اكتشافاته خدمت وساعدت على إنه نقدم دليل منطقي ودليل مادي على إنه الكتابة كانت موجودة من قبل. الكتابات اللي كانت موجودة في هذه الألواح أيضا ذكرت أسماء مدن
ورد ذكرها في سفر التكوين وفي سفر الخروج، زي مثلا قرية سليم اللي هي كان منها ملك صادق ملك سليم، قرية بلد اسمها حصور، لخيش، مجدل، غزة، سيناء، أشتار، دمشق، سدوم وعمورة، سبوئيم، سوغر، أورشليم. النطق بتاع بعض المفردات ومعانيها بيؤكد إن هي قريبة قوي من اللغة بتاع اللغة العبرية، فبيوريدك إنه المنطقة كان ليها لغة أو ليها أصول لغوية واحدة. فدي من ضمن الحاجات المشهورة قوي اللي اكتشفت واللي أيدت إن العهد القديم بيقدم معلومة دقيقة، معلومة صحيحة. في سنة 1838 كان في عالم اسمه إدوارد روبنسون، في أثناء زيارته لأورشليم لقى نفق، فتتبع النفق ده ودخله ومشي جوه، واكتشف إنه ده السيستم بتاع توصيل المية اللي كان حفره الملك حزقية، فبيسمى البانل بتاع حزقية أو نفق حزقية. النفق عمقه على عمق 800 قدم تحت الأرض، تحت مدينة أورشليم يعني. وده كان الطريقة اللي صممها حزقية عشان يوصل بيها، يجيب بيها المية إلى أورشليم، لما كان في حصار حوالين أورشليم. ده كانت مذكورة في سفر الملوك الإصحاح الثاني، الإصحاح 20، سفر الملوك الثاني إصحاح 20 وآية 20. ده صورة للنفق من جوه، ده مدخله، وده صورة حقيقية من داخل النفق. النص العبري، نص في العهد القديم في الملوك الثاني، يعني انت شاهدة يا ماجدة، انت بتشهدي على هذا الحدث. النص بتاع الكتاب المقدس في الملوك الثاني اصحاح 20 وايه 20 بيقول كده: وبقيه امور حزقيه وكل جبروته وكيف عمل البركه والقناه وادخل الماء الى المدينه مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا. احنا مصدقين، لكن حاجه زي دي بتقول لك انه ازاي الكلام ما هواش كلام ما فيهوش ولا يعني اي شعره من الكذب، كلام دقيق جدا، كلام واقعي جدا، وكلام ملموس. ادي علم الاثار كشفه لنا وراه. في عام 93 حصلت في منطقه اسمها تل دان في شمال اسرائيل اكتشافات، وفي الاكتشافات دي لقوا بقايا للبلد دي، ولقوا نصب تذكاري بيعود للزمن المتأخر قوي. في النصب التذكاري ده بيذكر كلمة بيت داود أو عيلة داود، يعني لأنه كان لفترة طويلة المتشككين بيقولوا إن داود دي شخصية وهمية، وإن أنتوا بتدعوا وجود هذه الشخصية وإنها ملهاش أصلا وجود في التاريخ، لكن هنا عندي ما يثبت ذلك. لقوا ما يسمى بمسلة دان أو نصب التذكاري لدان ده، نصبه ملك اسمه ملك حزائيل ملك أرام، وده مذكور اسمه في العهد القديم. بيشير النقش إلى أنه الملك حزائيل ده هزم ملك من بيت داود، أوكي، أو أنه في ملك من بيت داود اتهزم بواسطة هزم ملك الأرامي أو ملك دمشق في معركة ورد ذكرها أيضا في سفر الملوك الأول إصحاح 20 وآية 15. فبيقول كده إنه بنهدد ملك سوريا اتفق مع الملك آسا وأرسل قادة قواته ضد مدن إسرائيل وقال إنه غزا دان. ده النص أهو هنا. وبيقول كده، يعني هو جايب دي الصورة بتاعت الحجر اللي اتلقى، ودي صورة للكتابة، وبيقول: أنا قتلت يهورام ابن أخاب ملك إسرائيل، وأنا ذبحت الملك اللي من بيت أو من عيلة داود. فبيذكر أسامي الملوك، وبيذكر أيضا اسم الملك داود، لأنه كان الادعاء إنه لم يرد ذكر داود ولم توجد له أي إشارة تاريخية أو أي حاجة أثرية بتقول عنه. فدي أول إشارة لشخصية داود من خارج الكتاب المقدس.
عن طريق الاكتشاف الاثري ده، وباكد وجود الفعل لداود. فالنص بيتكلم اهو، وهم جايبين الصوره وجايبين الكتابه وتفسيرها، بيتكلم على بيت داود، وبيقول النص كده انه بيذكر يورام واخاب واحاز وبن هدد اللي هو ملك دمشق. مسلة تانية اكتشفت أو نصب تذكاري المنظر ده، هما بتسمى مسلة شكل مش مسلة زي اللي احنا عارفينها، لكن بتسمى مسلة للملك من ملوك مؤاب اسمه الملك ميشع. ملك ميشع اكتشفت عام 1868، وبيرجع تاريخها إلى ما بعد وفاة الملك أخاب اللي موجود في سفر ملوك، شفنا بتاع المملكة الشمالية مملكة السامرة. والمكتوب على المسلة ده، على المسلة دي أو النص التذكاري ده، بيؤيد إنه كان في فعلا حروب ما بين مؤاب وما بين إسرائيل، ما بين ملك ميشع ده وما بين ملوك إسرائيل. فالنص اللي مكتوب عليها بيروي إنه قصة الملك مؤاب، ملك اللي هو الملك ميشع ده، ملك منطقة مؤاب يعني، إنه قاد الشعب بتاعه إن هم يتحرروا من العبودية بتاعت إسرائيل اللي كان فرضها عمري اللي هو أبو أخاب. وبيذكر اسم عمري بالاسم، وبيدي طبعا ده بيأكد مصداقية ما جاء في العهد القديم عن هؤلاء الملوك وهذه الأسرة وتوابعها يعني. ملك ميشع بيقول كده إن عمري ملك إسرائيل اضطهد مؤاب لفترة طويلة، وابنه كمان كمل المشوار بعديه وفضل يكمل نوع العبودية والاضطهاد ده. وقال يعني أخاب ابنه، قال إن أنا هزل مؤاب. وبعدين ميشع بيقول إن أنا انتصرت على ابن عمري ده، ابن اللي هو الملك أخاب، أنا انتصرت عليه. فبيذكر ازاي كانت المذلة وازاي كانت المشقة، لكن كمان بيخلد ذكرى الانتصار بتاعه على هذه المسلة، وبيقول ان انا انتصرت على عمري وعلى ابني. لما ارجع للنص بتاع الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني الاصحاح الاول وآية واحد والاصحاح الثالث وآية خمسة، بيقول كده: وعصي مؤاب على اسرائيل بعد وفاة اخاب، وعند موت أخاب عصى ملوك مؤاب على ملك إسرائيل. فده بيأكد فكرة إنه كان في فعلا نوع من السيطرة أو الاحتلال الإسرائيلي لمؤاب، وإن مؤاب في جيب وقت من الأوقات عصى وانتصر عليهم وتحرر منهم. يمكن يكون في أوفرلاب ما بين السنين، وهو بيتكلم على قبل، بيتكلم على عمري وأخاب، وهنا هو في النص بتاعنا بيتكلم على أخاب وابنه اللي جه بعد كده، لكن الفكره موجوده انه كان في فعلا احتلال، وكان في عبوديه، وكان في نوع من المقاومه اللي مارسها هذا الملك ميشع، وحصل فيها انتصار منه وتمرد على ملك اسرائيل. المنطقه بتاعت الحدث ده او المؤاب ديت، او منطقه اللي لقوا فيها مسله ميشع، بتقع في المنطقه دي، هي شرق البحر الميت. آدي مؤاب، وآدي المنطقة اللي لقوا فيها الآثار، يعني دي مؤاب هنا، آدي البحر الميت، وآدي المنطقة اللي لقوا فيها المسلة بتاعت ميشع. والمسلة لما لقوها لقاها واحد من الميشنريز الألمان، وحاول ياخدها، فحصل خلاف ما بين البدو، فالبدو كسروها، فأخذت المسلة دي وتم ترميمها في معبد اللوفر، متحف اللوفر، وهي موجودة حاليا في معبد في متحف اللوفر آسف. آدي صورة تانية ليها، وآدي النص بتاع بالعربي بيقول إنه هذه المسلة وجدت في أرض مؤاب للملك ميشع، وفيها تخليد للنصر بتاعه والانتصار بتاعه على ملك إسرائيل. في حدث تاني مهم من الاكتشافات، اكتشفوا زي غرفة هما بينقبوا جنب الهيكل في أورشليم، اكتشفوا حاجة زي غرفة كان فيها أختام الملوك وأختام المسؤولين الكبار في وقت المملكة بتاعت يهوذا.
وواضح انه كان حصل حريق، لان طبعا عارفين ان اورشليم اتحرقت. فالحريق لما حصل، الاختان دي كانت اختان معموله من الطين من الطمي. لما حصل الحريق الاختان دي استوت، او الطين ده استوى من الحريق وجف بعد كده، فاكتسب صلابه، وكان ده السبب ان هم عرفوا يلاقوا الاختان دي صلبه ومحافظه على نفسها. فهم كانوا بيجيبوا الاختان دي ويضعوها على الرسائل الهامه او الوثائق الملكيه. لقوا ايه؟ لقوا ختم بتاع واحد اسمه جماريا ابن شافان. طبعا انت ما اعتقدش في حد فيكم يتذكر مين الراجل ده او قرا اسم الراجل ده. الراجل ده كان كاتب مسؤول على السجلات الملكيه في وقت الملك يهويقيم، وجه ذكره في سفر ارميه الاصحاح 36 ايه 10. جه اسمه بالاسم جماريا ابن شافان، وهو بالظبط نفس الختم اللي لقوه، وادي سوره الختم، وبيرجع لسنه 605 قبل الميلاد، وبيرد ذكر هذا الرجل في سفر ارميه 36 اصحاح الايه 10، جماريا ابن شافان. ادي النص اهو بيقول كده: فقرأ باروخ في السفر كلام ارميه في بيت الرب في مخدع جماريا ابن شافان الكاتب في الدار العليا في مدخل باب بيت الرب الجديد في اذان كل الشعب. الشخص ده كان كاتب مسؤول على السجلات الملكيه. لكن ايضا لقوا ختم تاني مهم جدا، هو ختم الملك حزقية. كلنا عارفين اسم الملك حزقية. لقوا الختم بتاعه واكتشفوه وعارضينه، فمكتوب عنه، اللي طبعا بيرجع للقرن الثامن قبل الميلاد، ومكتوب عنه ان هو حزقية ابن احاز، ابن الملك احاز. طبعا الختم صغير، لانه طبعا حاجه صغيره تتحط على الورق، فحجمه او عرضه حوالي نص بوصه. و ده بيأكد انه كان في فعلا شخصيه اسمه حاز وشخصيه اسمها ملك حزقية. فعلم الاثار ساعدنا جدا في اكتشافاته، انه عمال يلاقينا كل شويه حاجات تؤيد وتؤكد صحه ودقه ما ورد ذكره في الكتاب المقدس. ضيف على كده طبعا المخطوطات الأثرية اللي عثر عليها، ضيف على كده كم الهائل من هذه المخطوطات المتواجد في كل أنحاء العالم وفي كل مكتبات العالم وكنائس العالم. فعندي ما يكفي من أدلة مادية وخارجية بتؤيد ما جاء في الكتاب المقدس، وما جاء في نصوص، وما جاء في كلامه عن المدن وعن الأشخاص وعن الأحداث وعن الحروب. فإذا بكل المقاييس أنا قدام كتاب إلهي، كتاب ما بيكذبش، كتاب بيقول الحق، كتاب مثبت بكل الأدلة الروحية والعلمية والتاريخية، كتاب غير حياة نفوس كتير، وكتاب مازال بيغير حياة نفوس كتير، كتاب هو الأكثر مبيعا في العالم رغم إنه بقاله آلاف السنين، ما زال بيحتل المرتبة الأولى في البيع. كتاب الترجم لكل لغات ولهجات العالم. كتاب ما فيش حاجة بتعرف تقف جنبه أبدا، لا في العدد، لا في الصدق، لا في التغيير، لا في قوة التأثير، لأنه كلمة الله الحية والفعالة. بكده بنكون خلصنا دولتنا على مدار 5 أسابيع في عقيدة الكتاب المقدس. شفناها بكل جوانبها، شفناها بالوحي بالإعلان، شفناها بالقانونية، شفناها بالترجمة والنسخ، شفناها بالمخطوطات، شفناها بعلم الآثار. والنهاردة أقدر أقول كده إن كل واحد فينا يكون قادر يقدم محاكاة، يقدم دفاع منطقي ودفاع روحي على عقيدة الكتاب المقدس، على دقة الوحي، على دقة الإعلان، على مصداقية كل كلمة، على قانونية هذه الأسفار. يعني مش هينفع يجي لك واحد النهارده يقول لك انا عندي وحي جديد، او عندي كتاب ما كانش موجود عندكم قبل كده عايزين نحطه في الاسفار. اعتقد كل واحد فينا النهارده يكون قادر يعمل كده، وقادر يكون بيقوم بده. المهمه اللي هنقوم بيها
في الفترة اللي جاية. احنا عندنا طبعا الأسبوع اللي جاي بريك، وهنبتدي بعديها مادة جديدة هي لاهوت الله، هنتكلم عن الله. و ده من الموضوعات الجميلة والخطيرة جدا اللي فيها نتعرض على إلى طبيعة الله، صفات الله، أو ما زي ما بنسميها كمالات الله. وهنتعرض للقضية الكبيرة، واحد أم ثلاثة، ما معنى الثالوث، ومعنى وحدانية الله، وما مفهوم المسيحية عن الوحدانية. موضوع شيق وحلو قوي، وموضوع عميق جدا، محتاج مننا تركيز عالي. عندنا أسبوع أجازة، خلال الأسبوع ده، أو يعني إحنا هيبقوا أسبوعين أجازة طبعا، يعني الأربع الجاي مفيش، هنتقابل الأربع اللي بعديه. المهمة اللي عندنا بدل ما يكون في امتحان، المهمة بتاعتنا إنه هنعمل بحث صغير، مينيمم 3 ورقات، ماكسيمم 5 ورقات، ما تزودش عن كده. هتختار جانب معين من اللي احنا اتكلمنا فيه عشان تثبت من خلاله، تقدم من خلاله انت بحثك العلمي اللي هتقول فيه انا ليه اؤمن بالكتاب المقدس من خلال، او بتقدم اثبات من خلال يا اما علم الاثار، يا اما المخطوطات، يا اما النبوات. بتقول فيه انت ليه مقتنع بانه الكتاب المقدس ده كتاب موحى به وكتاب صحيح. هتستعين على الاقل بثلاث مراجع، على الاقل بثلاث مراجع، سواء اونلاين او كتب. هتحط الكلام في صوره مشلسله، وارجو ما حدش يوعظ في الورق. احنا مش في مكان، مش هيكون مجال وعظ، هيكون مجال انك انت بتثبت بالمنطق وبالأدلة إنه الكتاب المقدس صحيح، سواء عن طريق النبوة لو أنت عايز، عن طريق علم الآثار لو أنت عايز، عن طريق المخطوطات لو أنت عايز، بأي وسيلة. لو حابب تعمل تشوف فكرة تانية اعملها، مفيش مشكلة. حابب تعمله في صورة باوربوينت اعمل كده، حابب تعمله في صورة كتابة اعمله براحتك. بس استخدم 3 مراجع، وانت بتستخدم المرجع لما تيجي يعني في حته معينه انت عايز تقولها، بليز حط انت جبتها منين. يعني المرجع ده او الكلام ده انا جبته من مثلا كتاب فلان الفلاني اللي اسمه كذا صفحه كذا، او مثلا سمعته من الحوار مثلا بتاع الشيخ يوسف نسان في الحلقه الفلانيه، وحط اللينك من تحت. ماشي الهام اللي انت عايزاه. فانت بتعمل كده، حاول تخلي الموضوع ماشي بفكر متسلسل، فكر منطقي. مثلا لو انت عايز تمشي مع النبوات، فبتقول انا هثبت من خلال تحقق النبوات انه ما قاله الكتاب المقدس كان كلام دقيق وكلام حرفي واضح جدا بكل دقة، وتم بالصورة الفلانية. ده ممكن دي طريقة، فهتاخد نبوات وتتكلم ازاي اتحققت. ارجو ما توعظش، البحث ما فيهوش اي وعظ. لو هتكلم عن علم الاثار، بتقول انا لقيت انه في اثار فلانيه بتقول كذا كذا كذا، بتقول بتثبت انه اللي جه في السفر الفلاني في الايه الفلانيه ده حقيقي، عن الملك الفلاني او عن الحرب الفلانيه او عن المدينه الفلانيه او عن العدو. فهتكون فرصة حلوة قوي إن إحنا كلنا نبحث، وعايزين في النهاية نتشارك هذه المعلومات. يعني اللي اشتغل في النبوة مثلا، عايزين نبعت له شغلنا الباقي، زي مثلا اللي اشتغل في علم الآثار، أو اللي اشتغل في المخطوطات، أو اللي اشتغل في أي وسيلة تانية. هنتبادل ده مع بعض، بحيث إن يبقى كلنا عندنا مع بعض كل المعلومات. يعني اللي اشتغل في واحدة هيبقى عنده 3 أو 4 مع تانيين، فبكده يبقى عندنا غنى في معلوماتنا كلنا مع بعض. افتكر انه عايزين على الاقل 3 ورقات، ماكسيموم 5 أو 6 ورقات، ما تكترش عن كده. عايزين على الاقل 3 مراجع، سواء اونلاين او كتاب، واكتب اسم المرجع واسم الـ او اللينك بتاع الحاجه اللي انت خدتها منها. بشكركم، و Can we use the hangout instead of 3 references?
مش فاهم جورج يعني ايه، مش فاهم. هاند اوت؟ لا انا مش عايزك تستخدم الهاند اوت بتاعتي، لا عايزك انت تبعت يعني، انت تتحرك في لوحدك وتشوف الكتب وتشوف التفاسير او يعني اشوف المراجع، تخش على الانترنت هتلاقي حاجات جميله جدا اكتر احسن بكتير من انك كاتبها يعني. الهاند اوت ده كانت ليك ده لمحاضراتنا، فخلينا يعني نروح شوية نخرج بره المنهج الدراسي، وإن إحنا ندور، وأكيد هتلاقوا حاجات جميلة جدا وحاجات هتفيدني أنا قبل ما تفيدكم أنتوا يعني. فنقدر نكون بنغني بعض بالمعلومات، ولو عايز تستخدم الباوربوينت وتحط صور اعمل كده. يعني أتمنى يعني إمتى نسلم؟ أتمنى نسلمها خلال أسبوع أو 10 أيام بكتير عشان نلحق نصلحها ونحط الدرجات بتاعتها. بليز لو في حد